عمونت بخير، عيدكم مبارك. هني قوات الأمنية والحشد الشعبي وكل الناس الخيرين في هذا البلد اللي يسعون إلى أن يكون بلدنا في صفاف الدول المتقدمة. نوعد جمهورنا جمهور إذاعة صوت العاصمة أن يكون هذا العيد بعيد مختلف، برامج متميزة، تغطيات مباشرة. بعد العيد عندنا باقة متميزة من البرامج المنوعة والتراثية والخدمية. هدفنا جلب المتعة والفائدة لكم، وإن شاء الله نكون قد هذه المسؤولية. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بألف خير يا رب، ينعاد عليكم بصحة وسلامة والأمن والأمان على كل متابعينا ومستمعين إذاعة صوت العاصمة، ويا رب العيد يكون فرصة نلتقي بكم ويجمعنا وياكم. أكيد العيد حيكون أحلى بطبيعة الحال وياكم. كل سنة وأنتم بألف خير، وإن شاء الله راضين عن الأداء اللي نقدمه داخل إذاعتنا الحبيبة إذاعة صوت العاصمة، وإن شاء الله من خلال برامجنا المتنوعة نكون قد لقينا رضاكم. كل عام وانتم بألف خير على كل مستمعي ومتابعي إذاعة صوت العاصمة من أمانة بغداد، وعيد فطر مبارك عليكم على كل العائلة الكريمة. انتظرونا أكيد بعد عيد الفطر المبارك بمجموعة باقة من برامج إذاعة صوت العاصمة. كل عام وانتم بألف خير. أهني العالم الإسلامي بالدرجة الأولى طبعا، وأهني كادر إذاعتنا إذاعة صوت العاصمة، وأهني كل المؤسسات الإعلامية. أهني كل مستمعي إذاعة صوت العاصمة من أمانة بغداد، وأهني منتسبي أمانة بغداد والموظفين زملائي في الإذاعة، وأتمنى لهم عيد سعيد وأيام جميلة وصيام مقبول. خلال فترة العيد نقدم لكم أجمل البرامج في إذاعة صوت العاصمة، جوائز وهدايا، وإن شاء الله تستمتعون ويانا وتكونون بألف ألف خير يا رب. كل عام وانتم بخير، عيدكم مبارك.